methods of proving or increasing string efficiency. طرق تحسين كفاءة السترينج. احنا مثل ما عرفنا انه قلنا السترينج هي بيها شنت كاباسيتنس والسيلف كاباسيتنس. وجود هذين الكاباسيتنس بالسترينج صار عند الفولتج ديستريبيوشن اوفر يونتس اوف انسوليتر ان اكوال، يعني الفولتيه اللي كانت على اليونتس ما متساويه، وبالتالي اصبحت الكفاءه مو 100%، مو ايديال افشنسي، مو كفاءه مثاليه، اصبحت كفاءه تعتمد على توزيع الفولتيات. بما انه انا عندي شانت كاباسيتنس فالفولتيات ما متساويه، حيث الماكسيمم فولتج تظهر لي بالانسوليتر نيرز تو لاين كوندكتر انه الفولتيه اعظم فولتيه احصلها كل ما اقتربت من اليونت اللي قريبه من الكوندكتر اللي هو لاين يونت، وتبدي تتناقص تدريجيا كل ما اقتربت من الكلور كروس ارم اوف تاور. تمام، بالتالي راح يصير هنا عندي لما عندي اختلاف بالفولتيه على اليونت ممكن يصير بريك داون او نسميه فلاش اوفر، راح يصير عندي واحد من اليونت. حتى احاول انه اسوي يونيفورملي ديستريبيوشن فولتج اون يونت اوف انسوليتر، حتى احاول انه احصل على فولتيه تقريبا متساوية على كل يونت، هناك مجموعه من الميثودز احتاجها او احتاج استخدمها حتى اسوي امبروفنج للسترينج افشنسي. هذه الطرق هي كالاتي: اول شيء باي يوزنج لونجر كروس ارم، ازيد طول ذراع العمود، يعني اذا هذا هو العمود ازيد هذا الذراع، ازيد الطول هذا الذراع. زين، by using longer cross arm reducing قيمة الـ value of m، أقلل قيمة الـ m. بعض الكتب أو بعض المصادر تلقاها قيمة k، ماكو فرق هنا m k هي نفس الشيء، المهم هو تعرف شنو معنى m أو تعرف شنو معنى k. قيمة الـ string efficiency تعتمد على قيمة الـ m اللي هي تمثل الـ ratio ما بين الشنت capacitance الـ CE أو الـ C1 الى الميوتشوال كاباسيتنس او السيلف كاباسيتنس اللي هي السي. اقل مقدار من قيمه الام معناها greater than the string efficiency، كل ما كان قيمه الام او الكي قليله كل ما كانت كفاءه السترينج عاليه. و and more uniform is the voltage distribution، واكثر تنظيما voltage distribution على اليونت. قيمة الـ M، هسه الفكرة انه انا عرفت الـ string efficiency يعتمد على قيمة M او قيمة K، كل ما كان قيمة K اقل او M اقل كل ما كانت الـ string efficiency اعلى. اذا الفكرة شلون اجي اقلل قيمة M؟ قيمة M can be decreasing by reducing the shunt capacitance، يعني كل ما قللت الشنت كاباسيتنس، لان تعرف اياه الـ M هي نسبة الشنت كاباسيتنس للسيلف كاباسيتنس، فكل ما كانت الشنت كاباسيتنس اللي هو المقدار بالبسط كل ما كان هذا اقل كل ما كان قيمه ام اقل، فمعناها الشنت كاباسيتنس احاول اقللها حتى قيمه ام او كي يقل بنفس الوقت. اذا قيمه الام ممكن انقصها او اقللها بتقليل الشنت كاباسيتنس. زين، هسه المشكله كيف اقلل الشنت كاباسيتنس؟ حتى اقلل الشنت كاباسيتنس يجب ان تكون المسافه ما بين الكوندكتر وما بين التوار، ما بين الكوندكتر وما بين التوار يجب ان ازيدها. فهمتني؟ يعني انه الكروس هارم، اذا شلون تتم هاي العمليه؟ المسافه ما بين الكوندكتر او المسافه ما بين الانسوليتر، المسافه ما بين الكوندكتر وما بين التوار يجب ان ازيدها. هاي شلون ازيدها؟ ازيد طول الذراع، كل ما زادت طول الذراع يعني هذا كل ما كان الذراع اطول كل ما كانت هذه المسافه اكبر، فالشنت كاباسيتنس راح تقل، يعني الشنت كاباسيتنس في هاي الحاله راح تكون اقل في
في هذه الحالة. فكل ما زاد الكروس آرم طول مالته، كل ما كانت المسافة ما بين هذا التور وما بين العمود، ما بين السترينج وما بين العمود، راح تكون مسافة أكبر عشان كباسة ثقل. تمام؟ إذن هذه الطريقة تعتبر من الطرق. صحيح أنا أتحقق للي أريده وأحقق في هذه الحالة، كل ما زاد الكروس آرم ممكن أحصل على قيمة الـ M أو الـ K يساوي 0.1، لكن في نفس الوقت فيها تكلفة مادية. كيف تصير التكلفة المادية؟ التكلفة المادية تصير إنه أنا جاي أستخدم حديد إضافي حتى أزيد طول الكروس آر، أزيد طول الذراع. تمام؟ فمعناه أنا عندي كلفة إضافية حتى أصمم أعمدة جديدة بكروس آرم أطول حتى يحقق لي مسافة ما بين السترينج وما بين العمود اكبر، معناها الشانت كاباسيتنس راح تقل، معناها قيمه ام راح تقل. هذه الطريقه هي طريقه غير اقتصاديه. زين، نجي على الطرق الاخرى. اذا الطريقه الاخرى باي جريدنج ذا انسوليتر. جريدنج ذا انسوليتر، هذه هنا شو اسوي؟ اسوي تدرج بتصميم الانسوليتر نفسه. يعني العازل هذا السترينج احنا قلنا تتكون مجموعه من اليونتس، مجموعه من الديسك. هذه راح اسوي تصميم انا، تصميم خاص بحيث الدايمنشن لكل وحده من هذا الديسك تختلف عن الاخرى. زين، شنو المغزى او الفائده من هذه؟ المغزى من ذلك انه انا اعرف الانسوليتر كاباسيتنس من اسوي لها جرادنج، معناها الفولتيه راح يصير بها تدرج ايضا، يعتمد على حجم او حجم الديسك نفسه. ليش؟ لانه الفولتيه تتناسب عكسيا مع من؟ مع الكاباسيتنس، والكاباسيتنس تزداد بزياده سيلف كاباسيتنس، تزداد بزياده حجم الانسوليتر نفسه. معناها انه اني احصل كل ما حصلت كاباسيتنس اكبر كان بنفس الوقت فولتيه اقل عليه، لان تناسب انفيرسلي عكسي. انا وين احصل ماكسيمم؟ وين احصل ماكسيمم فولتج؟ احصل ماكسيمم فولتج لما باليونت القريبه من الكوندكتر، ومينيمم وين احصلها؟ احصلها باليونت الاعلى. تمام؟ معناها راح اخلي باليونت القريبه من التاور مينيمم كاباسيتنس حتى يصير بنفس الوقت فولتيه اعلى. فمن احصل مينيمم كاباسيتنس معناها اجيب انسوليتر ديسك مالتها صغير، بينما من اروح لللاين لازم احصل على ماكسيمم كاباسيتنس، اجيب الحجم الاكبر تخليها باللاين يونت. ليش؟ حتى الفولتيه تكون اقل. كل ما اصعد ابدا ادرج بالحجم الى ان اوصل اقل حجم من الانسوليتر يونت. وين؟ القريبه من العمود، القريبه من نقطه اتصال الانسوليتر بالكروس ار. بهاي الحاله ممكن انا احصل على فولتيه راح تكون من طالما اعتمادا على الدايمنشن اوف ان انسوليتر يونت. طبعا هذه الطريقه ايضا طريقه غير اقتصاديه. ليش؟ لانه اني راح احتاج الى طرق خاصه اصنع بها اليونتس اعتمادا على الفولتيه مالتي اللي يحملها الخط. بالتالي لازم انا اجيب الاحجام مختلفه اصنعها خصيصا الي حتى انا اقسم عليها الفولتيه. هذه الطريقه طريقه غير مجديه حقيقه، وما تستخدم او تستخدم او استخدمت في البدايه بعدين تم يعني الاستغناء عنها. الطريقه المهمه اللي هي احنا بالتصاميم الكهربائيه، بتصاميم الخطوط، بتصاميم الانسوليتر سترينج اللي في الوقت الحالي هو الاستخدام الرنج الحلقه. طبعا ممكن انت بنفسك تنتبه على السترينج بالخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية وتباوع على هذا السترينج النازل، تشوف اكو سلك يطلع من يم الكوندكتر، هذا يصعدوه في 3 انسوليترز او انسوليترين حسب التصميم.
يخلوه قريب من الانسوليترز. هذا وظيفته انه يقلل لي من الشنت كاباسيتنس اللي هي اساس المشكله، اساس تقليل كفاءه الانسوليتر سترينج. طريقه اللي يسمونها الرنج. الرنج مثل ما تشوفه بالرسم، طبعا هذا موجود عمليا، تقدر تطبعه وتشوفه بنفسك بالخطوط النقل. هذا هو الخط، هذا هو خط النقل، هذا هو الأسفل خط النقل، هذا هي الحلقة الحارسة، هاي هي الحلقة الحارسة، هذا هو الكوندكتر يتصل بالخط. هذا وظيفته شنو هو؟ هذا راح يصير إعادة توزيع بالتيار. البوتنشال كروس اتش يونت سترينج ممكن انظمها باستخدام الرنج. الرنج هو عبارة عن ميتال رنج موصل للطاقة الكهربائية، يرتبط للكوندكتر ويكون محيط بالبوتوم انسوليتر مثل ما بين بالشكل اللي حكيت لك اياه. الرنج راح يسوي ينقص لي او يقلل لي الكاباسيتنس بتوان ميتاليك فيتنج اند لاين كوندكتر، يعني الشنت كاباسيتنس اللي هي السي، اللي هي السي 1 نقدر نسميها، اللي هي هاي. هذا راح اخلي كاباسيتنس مقابلها بحيث تقلل من هاي الكاباسيتنس. الجولد رينج از يكون كوندكتد ان واي ساتش شنت كاباسيتنس كارن. هنا طبعا راح يصير تيارات، تصير تمر تيارات لكل نقطة فيتنج. هذه هي الفيتنج، هذه هي الفيتنج، راح يكون تيارات، هذه التيارات هي اتجاهها معاكس للتيارات اللي تمر بالشنت كاباسيتنس. معناها راح يقلل لي من الشنت كاباسيتنس، الكاباسيتنس اللي راح تكون هنا راح تقلل لي من هذه الشنت كاباسيتنس. بالتالي ممكن راح تكون بناء هذاك راح يصير عندي يونيفورم بوتنشال اكروس ذا يونتس. طبعا حقيقة هو المبدأ العام من الرنج هو يقلل لي الشنت كاباسيتنس، وبالتالي يقلل لي قيمة ام ويزيد لي من السترينج افشنسي. هنا ما واضحة كلش عندك، لأنه من ناخذ أمثلة راح نشوف شنو تأثير الرنج، شنو تأثيره على السترينج افشنسي، وإذا رفعنا الرنج شنو التأثير. راح ناخذ أمثلة ونشيك شنو هذا تأثيره على السترينج افشنسي.